انتقل فريق من المحققين إلى ملعب الدفاع الجوي شمال شرق القاهرة لمباشرة تحقيقاته ومعاينة المكان، كما أرسلت النيابة أيضا فريقا آخر إلى المشرحة لمعاينة جثث القتلى. وقد قرر مجلس الوزراء تأجيل الدوري العام لكرة القدم لأجل غير مسمى، فيما نفت وزارة الداخلية أنباء تفيد باستقالة الوزير محمد إبراهيم في أعقاب الحادث.